بالنسبه حنا كاشخاص كيمارسوا المهنه ديال النقل العمومي للاشخاص، يعني بالنسبه لهاد الجائحه ديال كوفيد 19 يعني فاش تفرض علينا اننا نوقفوا بحكم واحد القرار اللي جا من عند السلطات نهار 19 مارس، استبشرنا خير من خلال الوسائل الاعلاميه ديال ان غادي نتعفاو من مجموعه ديال الالتزامات ومجموعه ديال الاعباء اللي ممكن انها تخفف علينا الاعباء اللي غترتب على هذا الوقوف الاضطراري. فاذا به كنتفاجئوا بمجموعه ديال السلوكات اللي هي سلوكات غير وطنيه، كنعتبرها بهذا الاسلوب انها غير وطنيه من قبل الشركات ديال التامينات، لان الشركات ديال التامينات حنا وقفنا بحكم واحد القرار اداري من عند السلطات، يعني وقوف بشكل نهائي على العمل ابتداء من 19/3/2020 لحد الساعه. عينا ما راسلوا الشركات ديال التامين، المؤسسات ديال التامين، وحسب ما كنعرفوا ان كاينه جوج المؤسسات، كاينه التعاضديه وكاينه شركه تامين النقل. هاد المؤسسات هادو عينا معاهم بالمراسلات باش يشوفوا معنا شي حل بالنسبه للتامينات، وسيما بالنسبه للتامين الخاص بالمسؤوليه المدنيه فقط. ولحد الساعه لم نلقى اي رد واي جواب، هذا بالنسبه للشركه ديال التامينات. ضيف على ذلك المؤسسات القروض الابنك، فاش كنصدر هذاك القرار ديال لجنه اليقظه بان المستثمرين غيتعفوا من الفوائد المترتبه على القروض، سواء كانت قروض عاديه او لا قروض ديال العقود ديال الليزينغ، يعني استبشرنا خير بهذه المساله هذه. فاذا به نفاجئ انهم كيرتبوا هذوك الفوائد، كيرجعوا كاصل الدين وكيطلعوا عليهم فوائد وحدين اخرين. هذه المساله هذه اللي طارت الحفيظه ديالنا والسخط ديالنا، واللي زاد اللي زاد اللي زاد وطد هذه المساله هذه واللي زاد كرسها هي القرار ديال لجنه اليقظه اللي حددت ان المبلغ ديال القروض ما خصوش يكون في السكن او في الاستهلاك 1500. وبالنسبه لنا حنا كمقاولات كنعرفوا بان الحافلات ديالنا كناخذوهم بليزين، كناخذوهم بقروض، وهاد التوقف اللي دابا راه هو 3 شهور حنا كملناها، وحنا مازال طالعين في 4 شهور ولحد الساعه ما لقينا حتى شي تجاوب. صيفطنا مجموعه ديال المراسلات لوزاره الماليه، لجنه اليقظه، ولكن لحد الساعه مازال ما كاين حتى شي جواب. صيفطنا مراسلات، صيفطنا تذكير، صيفطنا مراسلات لوزير الماليه باعتباره كرئيس لجنه اليقظه، ولكن لحد الساعه مازال ما جبرنا حتى شي جواب، وحنا مازال كنسينو. اضف الى ذلك عندنا مجموعه ديال المشاكل. المشكله الاخيره اللي اصطدمنا بها هي المشكله ديال الفحص التقني. كيف يعقل ان حافله موقفه وقف اضطراري ابتداء من شهر 3، ومني تمشي دير الفحص التقني تحسب عليك ابتداء من التاريخ اللي انتهت فيه لا فيزيت ديالك؟ هل هذا معقول؟ واش حنا واقفين وقوف اضطراري وبقرار اداري وتفرض علينا ان هذه الحافله او هذه العربه اللي هي واقفه على الحركه ونطالبوا اننا يتحسب علينا الفحص التقني من التاريخ ديال الوقوف ديالها؟ يعني هذا الحيف وهذا التعسف هذا اللي عند هذه المؤسسات حنا كنتسائلوا عليه. حنا الا كنا كشركه مواطنه وغادي نضامنوا ضد هذه الجائحه، كيخصو يكون واحد السلوك ديال التعاون، واحد السلوك يعني يكون الاخذ ورد ويكون كل واحد يعطي من جانبه. اما باش غادي يوقع الثقل غير علينا حنا، يعني هنا هذا هو المساله اللي حنا كنتسائلوا عليها، وهذه المساله اللي كتير الحافظه ديالنا وشويه كتشنج حتى الحركه، يعني بالنسبه في العلاقات ديال الاداره مع المواطن. سيما الا كنا حنا كنشوفوا مثلا هاد جوج ديال هاد المشاكل، لا تامينات ولا الفحص التقني، يعني هاد المساله هادي راه كيخص ضروري الدوله وكيخص السلطات خصهم يتدخلوا في هاد المساله هادي. لان لا يعقل اننا حنا راه حنا كيف ما كان الحال، حنا راه حنا مواطنين وكمستثمرين، يعني كيخص دائما توضعوا في الاعتبار احنا بغض النظر على المشاكل الاجتماعيه والمشاكل الشخصيه اللي كنعيشوا الناتجه عن التوقف وعن مجموعه من الالتزامات، سواء كانت التزامات اجتماعيه او التزامات اقتصاديه او التزامات ناتجه عن 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 استغلال ديال المقاوله ديالنا من كراء، من مجموعه ديال الالتزامات اللي هي على العاتق ديالنا، ونزادوا عاوتاني يزادوا على الكاهل ديالنا هاد الثقل هذا، يعني شويه راه كنتاثروا. ضيف على ذلك يعني دابا ها هما مجموعه ديال المناطق اللي هي المنطقه الاولى
اللي تفتحت فيها السير والجولة في هذه المدن وفي المدن. وحنا كنمط نقلي اللي حنا معترف به وخاضع للظاهرة ديال 63 لحد الساعة حنا مازال ما عرفناش حتى وقتاش يمكننا نخدمه، مع العلم أن الطاكسيات الكبار هما خدامين في التنقل بين المدن. نعطي مثال، كاينه مجموعه ديال الطاكسيات مثلا في الاقليم ديال تطوان كيمارسوا النقل بين مجموعه ديال المدن، طاكسيات مثلا في اقليم وجده حتى هما نفس المساله، المنطقه الصحراويه منطقه ديال درعه تافيلالت كيتنقلوا بكل اريحيه، وحنا اللي حنا مخولنا الممارسه ديال القطاع احنا واقفين. كنزيد ناكد على واحد النقطه واحده اخرى بالنسبه لهذوك التنقلات اللي كانت استثنائيه بالنسبه لهذوك العمال اللي كانوا كيمشيو يلتحقوا بمقرات العمل ديالهم. علاش يعني غادي يعطيو الافضليه للنقل المستخدمين يمشي يجيب هذوك الناس من مدينه لمدينه ويعطيو النقل السياحي، وحنا الناس اللي حنا مخول لنا بالتنقل بين المدن نتقصاو من هذه العمليه هذه. كنطرحوا تهديد، كنطرحوا عليهم مجموعه ديال التساؤلات، ودابا حنا اللي كنطالبوا ان كنطالبوا من السلطات انها تحاور معنا وتفاعل معنا وتحدد لنا واحد الوقت زمني اللي غيمكننا اننا نطلقوا فيه نستأنفوا العمل ديالنا، باش يمكننا حنا على الاقل نعرفوا غير الحجم ديال الخسائر والحجم ديال الالتزامات اللي ممكن ترتبوا. لان حنا ملي غايجيو يفرضوا علينا ان على واحد مثلا انت تيعطيك واحد الاجل ديال 48 ساعه ويقول لك خدم، راه البارك راه واقف هذه مده، خصنا حتى حنا عاوتاني عندنا مشاكل، خصنا نعملوا المراقبه للحافلات ديالنا، خصنا نستدعيوا المستخدمين ديالنا، خصنا نقوموا بالتنقل ديالهم لان كل واحد فين ساكن يعني خصو يجي يلتحق بالحافله باش يمكن له انه يراقبها، انه الحافله اللي الوثائق ديالها مازال ما مقداش خصها تقاد، الحافله اللي فيزيت ديالها مازال مصوب باش خصها تصاوب. يعني دابا حنا جالسين وما عارفينش راسنا الى متى غنبقاو جالسين. ومن هذا المنبر ومن القناه ديالكم انفاس كنناشد السلطات انها تتفاعل معنا وتفاعل معنا بواحد الشكل جدي.